اليوم هبة حسستني اني بعمل شي غلط. اوكي ممكن يكون اللي انا بعمله شي غلط، واكيد لا عاداتنا ولا تقاليدنا بتسمح انه احنا نواعد ناس في مكان عام او شي مثل هيك، بس هبة انت بتعرفيني انا كتير منيح، دائما بحب اجرب اشياء جديدة وما بتقيد كتير بالعادات والتقاليد، لانه يمكن انا بوجهة نظري بشوف الشغلة انه صح اذا انا مشيتها بطريقتي تكون مناسبة وكل شيء بحدود. فطبعا هبة انا كتير ضايقت لانك رفضتي انك اليوم تجي معي على اللقاء، خصوصا انه هذا اللقاء الاول فرح التقي بهالشاب، فاكيد ضايقت لانه وجودك معي كان كتير مهم وكنت رح احس في الامان، حتى لو بس كان مجرد لقاء بس كنت رح احس بالامان وكنت حتعرف اذا كان الشخص منيح او مو منيح. ف انا بتفهمك كتير منيح هبة ومو بزعل منك ابدا، لانه اكيد انت معك حق، ولما الواحد يتعود على الشيء ما بيقدر يغيره، وممكن مع الايام تتغيري، بس عن جد انا كنت كتير بتمنى انك تكوني معي بهذا اليوم.